طب انت يا جنى اكتر ماتش انت بالنسبه لك الماتش بالنسبه لي السنه اللي فاتت مش عارفه انا اقول يعني انا اقول لك ايه اجاوب بقى انا اجاوب وبعد كده اساليني فهي تجاوب. طيب انا اقول لك لا ماتش بطوله القاهره ايوه انت نزلتي عملتي شغل جامد قوي كان مع الجزيره انا جيت بعديه كمان صح جيتي بعديه صح؟ انا فاكر الماتش ده انت بعد الماتش ده عملت شغل كويس جدا حتى في الريباوند وفي الفاست بريك وقفلت لا لما تقول لها انزل دافعي بالذات لا ما جنى عايزين كذا وكذا خلاص جنى نازله تعمل كذا وكذا وبتنجز ذاتها جامد جدا جدا خلاص جنى احنا محتاجين تدافعي ما بنته ما تجيبش باسكت صح خلاص جنى هتعمل كده لا وانت كنت بتدافعي على رضوى سالم فاكر صح شفتي بقى ما انا صاحبتي يعني بس فريند تعدي مين ما فيش كلام ده رورو سوري في الملعب ما نعرفش حد رورو صحيح تيشيرت انا لبست تيشيرت احنا بره الملعب خلاص انا اصحاب بالظبط انا لبست تيشيرت شورت حاج بس بتحول وبعدين في المنتخب ما احنا هو مع بعض برضه لبسنا تيشيرت منتخب مصر احنا كلنا مع بعض ولا ليبل اي نادي ولا اي حاجه دلوقتي مصر الدنيا بتتغير خالص وده الصح في النادي الاهلي طبعا يعني احنا شفنا مؤمن طارق خالد بيخسر بابا النهارده عادي لا بابا بس بابا حلو على قلبه ده ابني اللي خسرني ابني مفيش مشكله يعني بقى انت مالك ازاي بس بقى هو ده اللي اتعمل لنا في النادي الاهلي يعني مفيش حاجه اسمها انا بنزل بلبس التيشيرت بفصل عن ما اعرفش اي حاجه ثانيه بفصل عن طب انت شايف السنه الجايه ازاي جنى يعني شايف السنه الجايه ازاي ان شاء الله ان شاء الله احنا السنه اللي فاتت خسرنا الدوري بعد خامس ماتش فاحنا السنه دي مش هنخسر ولا ماتش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني مش بطوله ان شاء الله ان شاء الله ولا ماتش هنفرح الجمهور مش هنخليهم يحسوا ان احنا مقصرين في اي حاجه ولا اي حد فينا عينكم على الفرقه الثانيه عامله ايه سبورتنج لسه جامده زي ما هي طبعا طبعا وهم جايبين بس حد كله بدا يدعم جايبين محترفين كويسين قوي انا سامع ان مصر التامين برضو دعم دعم جامد يعني واخدين ناس كتير قوي حتى كانت من فرقتنا اهلي وهيرلس برضو كويسين والجزيره فكل دلوقتي بدا يجيب محترفين يعني الموسم اللي جاي اصعب طبعا كتير تقريبا من كتير. اصعب يعني الموسم اللي فات كان من اصعب الموسمات لا هو اللي جاي اصعب كتير الليفل المحترفين بيعلى كل شويه بقى ليفل وحش ولاد وبنات لا بجد ولاد وبنات ليفل كل شويه بيعلى ده كايلا بتحط ايه الماتش السنه اللي فاتت حط 50 نقطه كايلا دلوقتي في الدوري الام بي اي في حاجه كايلا ما ينفعش تلعب في الدوري المصري ايوه كايلا لو لعبت في الدوري المصري احنا خلاص انا كنت عايز اقول لحضرتك انت يعني متاكده انت حضرتك متاكده ان اعلامك هي لما جت انا قلت ان مش هتبقى يعني بالمستوى الكبير يعني لا هي بس انا شفتها قلت ايه ده يا جماعه هو في ايه مع ان معناها بره يعني احنا هي بره مثلا السكور بتاعها من 10 ل 15 هنا طبعا من 15 ل يعني لا فيزيكلي لا حاجه هي فيزيكلي اللي معليها قوي عنها قوي فيزيكلي قوي